ضربات الجزاء عاملة زي ورقة اليانصيب، هتكسب يا تخسر مهما كانت شطارتك. ومنتخب كوت ديفوار هو أكتر منتخب في إفريقيا لعب ركلات ترجيح، وكمان عندهم أرقام قياسية ونفس طويل قوي. في 2006 وعلى استاد الكلية الحربية انتهت 120 دقيقة بين الكاميرون وكوت ديفوار بالتعادل، عشان نلجأ لأطول ركلات ترجيح في تاريخ بطولة أمم إفريقيا. 22 ركلة متتالية، اللعيبة وحتى الحارسين سددوا، وفي الركلة 23 إيتو حطها في السماء، ودروجبا بيخش وبيسجل الركلة 24 وفاز الأفيال بالمباراة. علشان بعد اللقاء نشوف واحدة من الصور الأيقونية في تاريخ البطولة لاثنين من أساطير القارة مع بعض. كوت ديفوار حققوا اللقب سنة 92 لأول مرة في تاريخهم على حساب غانا بنتيجة 11-10 بركلات الترجيح، وبعد 24 ركلة ترجيح في أطول ماراثون للركلات، مش بس في بطولة أفريقيا، ده لأي من البطولات الكبرى في التاريخ. وفي 2015 حققوا اللقب للمرة الثانية في تاريخهم، وبرضو على حساب غانا، وبرضو بركلات الترجيح بنتيجة 9-8 بعد 22 ركلة. وعموما كوت ديفوار لما بتوصل للنهائي لازم تلعب ركلات الترجيح، هما بس حظهم حلو مع غانا، لكنهم خسروا النهائي بركلات الترجيح من مصر في 2006 ومن زامبيا في 2012.